يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، إلى آخر الحديث. ولكن هذا الحديث وأمثاله قد فهمه الجهال على غير وجهه، وأوله المغرضون المفسدون على غير المراد به، بل جعلوه مع الأسف بسبب جهلهم وصفاقتهم وحمقهم وعداوتهم للإسلام وأهله، جعلوه دليلا على إهانة الإسلام للمرأة وحطه من قدرها ووصفها بما لا يليق بها. هذه الأحاديث من أعظم الأدلة على حماية الإسلام للمرأة وكفالته لحقوقها وإحاطتها بسياج من الشفقة والرحمة، حيث بينت أن الاعوجاج في المرأة من أصل الخلقة، هكذا أراد الله عز وجل لها أن تكون، فلا بد للرجل إذن أن يسايرها وأن يصبر عليها، فلا يكلفها شططا ولا يقصرها على ما لا تطيق، ولا أن يحملها على شيء يخالف فطرتها وخلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها، كما يجب عليها أن يغض الطرف عن أخطائها ويتحمل زلاتها وهفواتها، وأن يوطن نفسه على ما قد يصدر منها من حمق أو جهل، لأن ذلك جزء من طبيعتها وخلقتها. كما أن هذه العاطفة الجياشة لدى المرأة التي ربما تغلب على عقلها أحيانا، وهذا الضعف الذي جبلت عليه، هو سر جاذبية المرأة وسحرها لزوجها، وهو مصدر إغرائها له، وهو من أسباب تقوية العلاقة بين الزوجين. وهذه آية من آيات الله العجيبة، قوة المرأة في ضعفها، إغراؤها وسحرها في عاطفتها التي ربما أحيانا تغلب على عقلها. يجب على كل من الزوجين أن يلبي داعي الفطرة لدى صاحبه، وأن يجتهد في إشباع رغبته ما لم يكن هناك مانع يمنعه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. تصور التنور مشعل ويراد أن تخبز عليه الخبز، إذا دعاها وهي مشغولة بهذا الشغل الذي لا يفوت، يجب أن تترك التنور وتجيب زوجها. وفي الحديث الآخر: فلتجيبه وإن كانت على ظهر قتل، حتى وهي راكبة،